الكابتن احمد السيد رفعت الصاوي ابن المرحوم الاستاذ السيد رفعت احمد الصاوي وشقيق كل من المهندس محمد السيد رفعت الصاوي والاستاذ محمود السيد رفعت الصاوي وابن اخو كل من المرحوم الحاج فيصل احمد الصاوي والاستاذ الصاوي احمد الصاوي والاستاذ نصر الدين احمد الصاوي وابن اخت كل من المرحوم المهندس يوسف العسكري والحاج محمد العسكري والحاج محمود العسكري والمرحوم الحاج طه العسكري والحاج عبد السلام العسكري والاستاذ السيد العسكري والاستاذ عبد المحسن العسكري وقريب ونسيب جميع عائلات ابشام والصاوي والعسكري والدفن في صلاه الظهر في مسجد المغفره بابشام والعزاء بالصلاه بكل مكان بجوار كبر عزبه فوضى سلطان والبقاء والدوام لله. وصول جنازة الكابتن أحمد رفعت. وصول جثمان الكابتن أحمد رفعت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم واكتبهم دارا خيرا من دارهم اهلا خيرا من اهلهم واسع لهم في قبور المتوسلين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل هذه الليله من اسعد لياليهم اللهم اجعل هذه الليله من اسعد لياليهم اللهم اجعل هذه الليله من اسعد لياليهم والإسلام ديني نقول جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا صعب جمع واسع جمع واسع جمع واسع ارجع ورا يا ابني ارجع ورا كان الآن يعني شايفين كهربا وهو شايل النعش كهربا هو اللي شايل النعش أصدقائه اللي شايلين النعش كهربا وجنش بيحملوا نعش أحمد رفعت رحمة الله عليه.
حاصل يا جماعه الكسور يا جماعه، بس الشيخ ده احنا بعيد عن البوليس، ما تقلقش احنا بعيد عن انزل تحت. تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت وسط حضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم. أدى أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ ظهر اليوم صلاة جنازة اللاعب أحمد رفعت تمهيدا لتشييع جثمان لاعب نادي مودرنسبورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر نهز 31 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان اللاعب أحمد رفعت في مسجد القرية وسط حضور غفير من أهالي القرية والمحافظة وعدد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي وحازم إمام لاعب نادي الزمالك وعمر السعيد لاعب سموحة، بالإضافة إلى إدارات ومدربي ونجوم أندية مودرنسبورت والاتحاد السكندري والمصري وإنبي بمسقط رأس اللاعب الراحل. وكان من بين الحضور أيضا اللاعب محمود عبد الرحيم جنش وعمر السيسي لاعب مودرنسبورت وهيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرنسبورت وحسين السيد لاعب المصري على التواجد في جنازة أحمد رفعت لاعب الفريق في مسقط رأسه بكفر الشيخ. وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرنسبورت الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ كواليس الدقائق الأخيرة في حياة لاعب مودرنسبورت. وقال المصدر في تصريحات أن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ في 3:00 اليوم قبل أن تسرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج. وأضاف المصدر إنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل بناء على توجيهات الطبيب المعالج وخضع لعملية إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة 1:45 تلقى فيها اللاعب أحمد رفعت صدمات كهربائية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب ليتم إعلان وفاة اللاعب أحمد رفعت. وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره لمشاهدة كل الوظائف الحيوية أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي. وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرنسبورت في الجولة 30 من الدور الممتاز نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت
لاعب مودرن سبورتا. وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورتا أعلن وفاة اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية. وجاء بيان نادي مودرن سبورتا كالتالي: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره. يعلن نادي مودرن سبورتا عن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية. تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس عام 2024. حالة من الحزن والصدمة يعيشها الوسط الرياضي في الوقت الراهن بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر لكرة القدم، بعد نحو 4 أشهر من إنقاذ حياته بعد توقف قلبه داخل الملعب في فاجعة هزت الوسط الرياضي. لحظات صادمة كانت في انتظار أسرة اللاعب أحمد رفعت الذي توقف قلبه بشكل مفاجئ فجر اليوم لينقل إلى المستشفى ويعلن عن وفاته صباح اليوم. ماذا حدث في آخر الدقائق قبل وفاة اللاعب أحمد رفعت؟ هكذا كشف مصدر مقرب للاعب الراحل في تصريحات خاصة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للاعب وماذا طلب من والدته. اللاعب أحمد رفعت كان مع أصحابه برا بيتفرج على مباريات الأمم الأوروبية بشكل طبيعي، ولما رجع بيته برضه ما كانش بيشتكي من حاجة. هكذا كشف المصدر. وأضاف المصدر: طلب من والدته تجيب له أكل، ولما رجعت لقيته نايم على الكنبة ونبضات قلبه ضعيفة، ليتواصل شقيقه مع الطبيب الذي طلب نقله إلى المستشفى على الفور، مشيرا إلى أن قلبه توقف بعد ذلك بلحظات وسط حالة من الصدمة لأسرته قبل نقله إلى المستشفى التي حاول داخلها الأطباء إنعاشه، إلا أن قلبه لم يستجب. وكشف نادي مودرن فيوتشر في بيانه الذي نعى فيه لاعبه أحمد رفعت عن سبب الوفاة المفاجئة، موضحا أن اللاعب كان يعاني صباح اليوم من تدهور حاد في الحالة الصحية. وقال البيان الذي أصدره النادي بعد تدهور الحالة الصحية للاعب: تم نقله إلى المستشفى لبدء الفحوصات الطبية، ولكن وافته المنية بعد رحلة صعبة مع المرض. وأعلن نادي مودرن سبورتا اليوم السبت عن وفاة لاعبه أحمد رفعت، وذلك بعد صراع مع المرض. وكان يعاني اللاعب أحمد رفعت من أزمة قلبية حادة في مباراة الاتحاد السكندري الماضية يوم 13 مارس الماضي. وجاء بيان نادي مودرن سبورتا كالآتي: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي نادي مودرن سبورت فقيد الكرة المصرية لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أحمد رفعت الذي وافته المنية اليوم عن عمر نهز 31 عاما بعد صراع مع المرض. وأضاف البيان: يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهل وزويه الصبر والسلوان. وقال أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على حالة اللاعب أحمد رفعت عن سبب وفاة اللاعب في تصريحات إعلامية: وفاة أحمد رفعت نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به. وكان اللاعب أحمد رفعت قد تحدث بنفسه عن تفاصيل حالته الصحية آخر مرة في ظهور تلفزيوني عبر قناة MBC مصر، إذ أكد إنه كان فاقدا للوعي أثناء فترة مرضه الأخيرة نحو 3 أسابيع، مشددا إنه شاهد ما حدث له بعدما استعاد عافيته. وقال أحمد رفعت إنه كان منعزلا عن العالم ولم يعلم أي شيء ولم يتذكر ما حدث حينما سقط، مؤكدا إنه تعلم من هذا الدرس كثيرا.
كما كشف أحمد رفعت أنه كان يرغب في استمرار مسيرته في كرة القدم ويرغب بشدة في ذلك، وقال إنه يرغب في ممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد تعافيه، ولكنه لا يعلم ما إذا كان طبيا مسموحا بذلك أم لا، مشددا إنه تابع ما حدث للاعب إريكسن لاعب الدنمارك أثناء سقوطه في نسخة يورو 2020، ولكنه عاد للعب مرة أخرى.